انا ابي امن حالي بتليفوني شو اسوي؟ ارجع حق النوكيا بوليت صدق ولا هذا سالفه ان عن بعد انا اقدر اشغل لك المايك واسجل لك وانا ادش الكاميرا واشو واخذ صورك هذا يعني صحيح صدق ولا شغل اوفر صحيح. انت لو تلاحظ حاليا يعني بالكمبيوتر مثلا بشكل عام قبل كان عندك برامج فاير وول برامج انتي فايروس وكذا صح؟ صح. الحين انا الحين بسالك سؤال شخص انت تليفونك فيه انتي فايروس؟ لا 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 يغرك اللي جاي مع البرنامج هذا شايف المصري اللي يقول ما تقول السؤال ثاني ما في ما في فاير وول ما في هل تعلم شنو اللي قاعد يدش ويطلع مثلا المعلومات اللي قاعد تدش وتطلع من تليفونك برضو ما تقولون الايفون امان وزين ومعي بالعكس بوجهه نظري الشخصيه ومن خلال خبره ترى الايفون عندي انا اسهل من الاندرويد بشكل عام اللي هو السامسونج كاختراق نعم وبعدين انا يكفيني ان انا ابعث لك يعني ملف بي دي اف انت احنا دائما نستقبل ملفات بي دي اف بالايميلات صح؟ صح وحتى بالتليفونات انا ممكن ابعث لك ملف بي دي اف مجرد ما انت تفتحه خلاص شغلك راح كل شيء كل شيء راح اذا ابي باي لحظه اقدر ارجع له ايش رايك والموضوع ترى السيت اب مال الموضوع عشان اجهز نفسي واسوي الاكشن هذا ترى راح ياخذ معي من 5 إلى 10 دقائق ترى مو اكثر من كذي 5-10 دقائق انت شافط التليفون كله انت ماخذ كل شيء على الفور جي 5 جي احنا خالصين طبعا تدري الحين الاعلانات اللي قاعده تصير فهذه واحده من مساوئ الخدمه نفسها ليش سووا ال 5 جي ترى مو حقنا احنا حق الواتساب والفيسبوك والشغلات الاستخدامات اللي احنا قاعدين نشوفها مو حق كذي ترى الموضوع اكبر من كذي بوايد